لما تبقى الجدة كانت بتمارس رياضة الغطس وتتفق مع الأم إن الولاد يمارسوا نفس الرياضة، تبقى قصة جديدة بتشترك فيها الجدات مع الأمهات، وتفاصيل كتيرة وحكاية مثيرة من حكايات البطولة أمهات. ومع بطلة جديدة من بطلات برنامجنا النهاردة هنتعرف بيها. أهلا وسهلا، أنا هدى مامة محمود وحمزة. حمزة 11 سنة وفريق هو الناشئين في الغطس، ومحمود 14 برضو فريق الناشئين في الغطس. يعني مدام هدى، مين كان السبب وراء اختيارك لرياضة الغطس لمحمود وحمزة، وليه اخترتيها هي بالذات؟ والله أنا الأول ابتدت لهم سباحة، وما كانوش بيلعبوا دايفينج. فاول ما يعني كان المهم بالنسبه لي ان هم يعرفوا بس ان هم يعوموا عشان ابقى مطمنه وهم في البسين او البحر. فاول ما وصلوا الليفل ان هم خلاص بقى انا اطمنت، فما بقيتش عارفه اعمل ايه، اكمل سباحه ولا ايه. فبحكم بقى كمان ان جدتهم هي لعيبه دايفنج اساسا كانت، وكانوا هم على طول بقى يتنططوا، وحتى هم بيكلمونا تلاقي راسهم تحت رجليهم فوق كده. فهي بنظرتها يعني قالت لي لا، دول فعلا هيبقوا كويسين في الدايفنج، فقالت لي ما تفكري كده وتدخليهم دايفنج. فمن هنا بقى جت الفكره ان دخلت الاول الكبير دايفنج، وكان حمزه لسه في كيجي. من هو بقى في كيجي كان يقعد يتفرج على اخوه، كان بيركز قوي في خطواتهم وهم بينطوا، فهو بقى كمان حب اللعبه جدا. بس فالحمد لله يعني كان اختيار صح. احكي لنا يومك بيبدا من الصبح لحد بالليل، بيكون تفاصيله شكلها ايه؟ وكلميني عن الشنطه اللي بتجهزيها لحمزه ومحمود، وبيكون محتوياتها ايه، وبتجهزي لهم فيها ايه، وبتعملي ايه بالظبط؟ والله بصي، احنا بنصحى الصبح طبعا بنروح المدرسه، وبعدين بقى بوديهم وبرجع بشوف بقى لو ورايا مشاوير او ورايا اي حاجه بخلصها. وطبعا بيبقى طبعا لسه بقى الروتين اليومي، كل يوم هعمل الغداء، وبعد ما اعمل الغداء احضر بقى، ابتدي احضر الشنط، ولازم ابقى حريصه بقى ان ما يبقاش حاجه ناقصه في الشنطه، يعني البورنوس، حاجات الفيتنس، لان طبعا لما بنسى حاجه دي بتبقى مشكله يعني. بس فحاجات الفيتنس، المايو، كل حاجه ببقى حريصه ان تبقى كامله. وطبعا لازم ابقى واخده بقى معايا لانش باج، لان مش معقوله كل يوم برده هياكلوا في النادي طبعا اكل مش صحي، وكباتن قايلين لا ياكلوا اكل صحي عشان يقدروا برده ايه يمارسوا اللعبه يعني. بس بعمل لهم الاكل واخده في اللانش باج، وطبعا بقى بنبقى بنجري ورا بعض يعني. اول ما نوصل المدرسه ياكلوا في العربيه من النادي من المدرسه للنادي، بس ويجوا بقى على طول يبتدوا التمرين. واحنا بقى ونصيبنا نخلص امتى دي مش عارفه، ساعات بيبقى ما فيش فيتنس فبنخلص يعني ميه بس ونروح، ساعات بيبقى في فيتنس فلو في بريك في النص ممكن نعمل هوم ورك، او لو ما فيش بريك ممكن بقى يا اما الحق حمزه قبل ما ينام فنخلص هوم ورك في النادي، يا اما ما خلصناش يبقى في البيت. بس فده يومنا يعني، ملوش اول ولا اخر بصراحه. لعبة الغطس بيتوفر فيها جميع عناصر اللياقة البدنية، بتنمي عنصر الرشاقة، بتنمي عنصر المرونة، بتنمي عنصر التحمل، وبتفيد الجسم طبعا من حيث من كتر التمرينات ومن التكرارات اللي احنا بنعملها، بنشتغل فتنس وبنشتغل مية، عندنا كذا حاجة بنعملها يعني. الدراسة، وما أدراكي ما الدراسة؟ قوليلي بقى، كأبطال رياضيين في فريق يعني كل يوم تمرين من أول ما بيخلصوا المدرسة لحد ما بيناموا، بيتلاقي وقت للمذاكرة إمتى؟ ولو في امتحان بتعملي إيه؟
والله بصي زي ما قلت لك يعني لما بيبقى عندهم فيتنس هي دي المشكله، ان احنا فعلا اللي بواجهه ان هما الاثنين بيبقوا عايزين يناموا، فمش بنلحق نعمل حاجه غير ان احنا نعمل هوم ورك، يعني كمذاكره ان احنا بقى يبقى عندهم استيعاب شويه، لا مش بنذاكر بس نعمل على الاقل الهوم ورك. لكن لو ما فيش فيتنس ممكن بقى في البريك، ممكن لو خلصوا بدري نشتغل شويه نذاكر. واكتر يعني حاجه بنحصلها بتبقى في الويك اند، يعني في الويك اند ممكن بنلم الدنيا شويه. لو في امتحان بقى طبعا انا بستاذن من الكابتن يسمح لنا يعني ان احنا نغيب عشان نذاكر بس. وبعدين احنا كمان جربت يعني كنت الاول اقول ايه ده، طب ما هو انا في التمرين مش بذاكر قوي، اما جربت بقى ان احنا ناجز يعني مثلا بعد البطوله احنا ساعات بناخد اجازه مثلا اسبوع، الاسبوع ده فعلا هم ما بيذاكروش فيه حاجه، بتحسي ان الوقت فعلا بيضيع. لكن في وقت التمارين بيبقى الواحد حريص شويه، طب يلا بيبقى الدنيا منظمه شويه، يعني احنا قدامنا بس ساعه نخلص فيها فتلاقينا بننجز اكتر. لكن غير ما يبقى قدامك وقت كده كبير فانت مش عارفه تعملي فيه ايه، فتلاقيه كله لعب بقى تضييع وقت. فطبعا انا شايفه يعني ان الرياضه احسن، هي بتنظم وقت المذاكره. البطولات وصعوبتها، عندك ولدين، الولدين اعمار مختلفه، يعني البطوله دي تخلص البطوله الثانيه وراها، قولي لي المشاكل اللي بتقابلك بيكون شكلها ايه، بتحليها ازاي، حد بيدعمك ولا انت بس اللي بتدي الدعم؟ والله بالنسبه للبطولات بقى هم سبحان الله يعني هم بينشنوا على الامتحانات، يعني دايما تلاقي مثلا امتحان يا ميد تيرم يا اما لو نص السنه تلاقي معاه بطوله الجمهوريه، لو الميد تيرم تلاقي مثلا على قبل اخر السنه بشويه دي بطوله كاس مصر، فهي بتصادف كده. احنا بقى بنعمل ايه في المذاكره دي بقى احنا ونصيبنا، يعني لو فعلا احنا في اسبوع امتحانات في البطوله ده احنا بنحاول بقى يعني خلص بطوله بسرعه وخلص تمرين بعد البطوله، نحاول نلم اللي نقدر نلم، ومفروض نبقى لمين من قبل كده الدنيا شويه عشان الموضوع يبقى اسهل يعني. بس وبالنسبه بقى للمشاكل اللي في البطوله، ان اولا البطولتين بيبقوا ورا بعض تقريبا، يعني لان هو حمزه كان براعم يعني وبعدين اخوه هو ناشئين، فتلاقي البراعم بتخلص بطولتهم من هنا وبعديها على طول الناشئين، فتلاقي ان مفيش حتى راحه، يعني انا مش بلحق حتى استريح على طول، كل يوم من الصبح بدري وبنبقى واخدين اجازه من المدرسه. بس غير بقى ان انت بتحاولي يعني ان انت تديهم سبورت كده، ان هم يعني ما يبقوش داخلين البطوله خايفين، لان طبعا هم بيبقوا في تمرين كويسين، يجوا ساعه البطوله ممكن يقلقوا، طب ما انا عايز احقق. انا دايما اقول له انت مش لازم يبقى هدفك ان انت تحقق، انت بس المهم انت يبقى نازل شكلك حلو ونازل بتعمل اللي عليك. فلما هو يبقى داخل عنده الثقه دي اللي هو لا انا هنزل شكلي كويس ومش في باله، تحسي ان هو واثق من نفسه شويه، فهو بيحقق في يعني في الحاله دي ممكن تحسي انه بيحقق، غير ما يبقى داخل خايف فتلاقيه بيعوك الدنيا يعني في البطوله. بس وطبعا دايما ابقى مفهماه انت ما حققتش المره دي مفيش مشكله، انت ممكن البطوله اللي بعديها تبقى كويس وتحقق. وعشان برضو ما يبقاش في مشكله بينه وبين اصحابه، انت المفروض ان انت تفرح لاصحابك، يعني صاحبك ده حقق انت المفروض تفرح له، انت بعد كده هتحقق برضه هو هيحقق، المفروض ان انت تفرح يعني تفرحوا لبعض، هي دي الرياضه. لو انت هيبقى عندك مشكله في الحته دي بقى انت ما تلعبش احسن. بس وطبعا انا ببقى بحاول ان انا يعني اقويه واقول له ما تقلقش، وانا طبعا ببقى عايزه ان حد اصلا يدعمني، يعني انا نفسي ببقى مش مقلقه انه ما يكسبش بس ببقى مقلقه على زعله، يعني ان هو يزعل انه ما حققش، فببقى نفسي ان هو طالع من البطوله ان هو يبقى مبسوط. بس فطبعا لما بابا بيلاقيني بقى كده هو بيحاول بقى ما تقلقيش كده، وانا لازم ابقى بان جامده برده قدامه، فهو بابا برده ربنا يكرمه يعني هو يعني بيدعمني انا بقى في الحته دي الحمد لله. يعني أنا مهما بلغ دوري من أهمية أو من مهام، عمره ما يجي حاجة في الدور اللي الأم بتلعبه، لأن أنا يمكن طبيعة شغلي مختلفة شوية. أنا في 3 أيام مثلا من كل أسبوع أنا مش موجود لأن أنا شغلي خارج القاهرة، فأنا الأيام اللي أنا موجود فيها في القاهرة إحنا يوميا بالليل بنحط الجدول بتاع اليوم هيمشي إزاي، بحيث أن إحنا بنقسم المشاوير وأنا أنزل أروح أشيل كذا وكذا وكذا وأسيب الولاد في الحتة الفلانية، هي تنزل تروح تشيل، أنا أرجع أشتغل شوية. فالحياة صعبة جدا، فما بالك الثلاث أيام اللي أنا بكون فيهم مش موجود في القاهرة، أنا دايما بقعد أقول لها أنا عايز أركب كاميرا
اشوف انت بتمشي يومك ازاي، لان هو مستحيل يعني انا لو مكانها مش هعرف امشي الكلام ده كله. فطبعا ربنا يكون في عونهم يعني. الغذاء الصحي السليم حاجة أساسية لكل أم عندها بطل رياضي. قوليلي أخبارك إيه في الموضوع ده؟ هو بالنسبة للأكل طبعاً أنا بحاول إن هو يبقى صحي على قد ما أقدر، بس طبعاً إن أنا أقنعهم أصلاً يأكلوا بقى خضار أو يعني يأكلوا الأكل اللي على مزاجي بيبقى صعب جداً. اللي عايز يأكل مرة مكرونة بس، فطبعاً أنا بحاول إن أنا أقنعهم إن هم يأكلوا لازم على الأقل صنف خضار، صنف بروتين، نشويات برضو، بس ما يبقاش كل يوم كله نشويات. ان هم طبعا حابين اكل النادي، اللي هو طب مامي ما عايزين ناكل سندوتشات من النادي، طب ما فيش مشكله، بس على الاقل اتليست مثلا مره في الاسبوع، لكن ما يبقاش كل يوم. هم عايزين طبعا يوميا وهيبقوا مبسوطين قوي، فطبعا انا بحاول بقى اقنعهم طب خلينا نعمل كده النهارده، طب هي خليها بس مره ناكل فرايز كده. بحاول، بس طبعا انا بجاهد معاهم في الحته دي، وطبعا بحاول ان هم يشربوا عصاير فريش لان ده بيديهم طبعا طاقه، وياكلوا بقى فواكه وكده لان ده بيديهم طاقه في التمرين يعني، ويشربوا ميه على قد ما يقدروا خصوصا في الصيف لان هم بيعملوا مجهود جامد في الفيتنس والجمباز كمان. بس بحاول لان هم صعب قوي ان الواحد يقنعهم يعني. الرياضه بتعلم حاجات كتير احنا في البيت ما بنعلمهاش لاولادنا. شايفة الرياضة أضافت إيه لحمزة ومحمود في شخصيتهم؟ الرياضة يعني غيرت في شخصيتهم جامد يعني. أنا عندي حمزة كان خجول جداً، بس بعد ما جه بقى النادي وشاف أخوه بيتمرن، قبل ما هو كمان يتمرن ابتدى ياخد على الناس، ولقى أن أخوه عنده أصحاب وكده، فما كمان لعب بقى حياتهم الاجتماعية في النادي بقى عندهم صحاب كتير قوي، وبعدين ادت لهم ثقة في نفسهم وبقى بيعتمدوا على نفسهم في حاجات كتير يعني. أنا بقيت أسيبهم بقى طب انت عندك درس، طب تلاقيه مثلا لو أنا مش موجودة ياخد أوبر ويروح، فما بقوش بيخافوا زي الأول. بس ودت لهم بقى ثقة في نفسهم ونظمت لهم وقتهم جامد يعني. هما بقوا هما عندهم يعني برضو ايه عندهم مسؤولية، اللي هو ايه انا لازم اخلص الهومورك عشان اقدر اروح التمرين، احسن ماما مثلا ما تودينيش التمرين. فدي غيرت فيهم كتير بصراحة يعني في شخصيتهم جامد، وخصوصا حمزة يعني. اسمي حمزة أحمد عاطف، بلعب في النادي الأهلي غطس، بلعب من وانا عندي 5 سنين. اللي حببني في لعبة الغطس ان شفت اخويا وكان بيلعب اللعبة، كنت بقعد اتفرج عليهم وانا صغير فعجبتني اللعبة. اخر بطولة جبت ميداليتين فضة، البطولة اللي قبلها جبت واحدة برونز. ماما بتتعب معانا عشان بتصحى الساعة 6 الصبح وتقعد بقى تعمل حاجات كتير لحد ما ننام احنا بالليل بقى. بابايا حابب ينزل يوصل لي، ولما بطلب منه حاجة بيعملها لي، وجدتي برضه نفس الكلام لما بطلب منها حاجة بتعملها لي، كلهم بيتعبوا معايا. عشان كده عايزة أقول للماما شكرا يا ماما. حمزة ورفاقه كل فريق النادي ربنا يكون في عونهم، لأن هم بالفعل مطلوب منهم أداء وتركيز وكل الحاجات اللي هي المطلوب منهم كلاعب رياضي والتزام وحاجات كتير، وده بيجي على حساب شغله وعلى حساب مدرسته وعلى حساب وقته. فطبعا ربنا يكون في عونهم، ربنا يكون في عونهم، لأن كمان يعني طبيعة زحمة الشوارع بقت كل واحد فينا أصلا يدوب لو خلص شغل الصبح ما عندوش استعداد أنه يروح في مكان بالليل. ففعلا هو ما فيش وقت لأن هو يبتدي يلعب رياضة، وما فيش وقت للكلام ده كله جنب دروسه، لأن عنده دروس، عنده مذاكرة، عنده مدرسة، عنده الكلام ده كله.
فطبعا ربنا يعينه، يعني ربنا يعينه هو واصحابه وزمايله في 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 اللعبه وفي جميع الرياضات، واخواته ربنا يعينهم ويقدرهم. اي اسره عندها أبطال رياضيين بيبقى فيه مشكلة من النواحي الاجتماعية، ما بيبقوش لحقين يشوفوا أهلهم، ما بيبقاش فيه تواصل مع أصدقائهم. كلميني عن القصة دي، بتقدري تحليها إزاي؟ والله أنا فعلا عندي مشكلة في موضوع اللي هو الحياة الاجتماعية ده، أن أنا ما ببقاش لاقية وقت لقرايبي أن أنا أزورهم، أصحابي من برة التمرين، أختي، فبس بحاول أوفق يعني. ساعات في المناسبات بنتجمع، هم طبعا ابتدوا يتفهموا، كان الاول بيزعلوا، فهم ابتدوا يتفهموا ان لا، حياه اي واحد رياضي بتبقى كده، ان الام بتبقى عام من الصبح بالليل. فبحاول بقى ان انا اظبط، يا اما الاولاد بيبقوا في التمرين وانا بروح الزياره، يا اما بضطر ان انا استنى مثلا وقت هم اجازه بنعمل الزياره فيه، او بنتجمع بقى في المناسبات والاعياد. في نهايه كل حلقه في رسالة بتوجهها البطلة اللي معانا لكل أم، إيه رسالتك النهاردة لباقي الأمهات؟ رسالة أنا بوجهها لنفسي طبعاً ولكل أم، إن أنا يعني إن إحنا لازم نصبر على أولادنا، وإن إحنا نتحمل المشقة. يعني كانت جدتهم تقولي أنت اخترتي طريق الرياضة، يبقى أنت لازم تستحملي المشقة اللي أنت هتواجهيها من مواعيد لتعب طول اليوم، في سبيل إن إحنا نحقق هدف معين إحنا عايزينه. وإن كمان اتعلمت إن ما نيأس في نص الطريق، يعني بيجي وقت على الولاد بيبقوا في النص كده، يا مامي أنا زهقت، أنا مش عايز أكمل في اللعبة دي. أحاول إن أنا أشجعه، وأحاول إن أنا يعني أقول له مثلا لا، أنت ما تنساش إن أنت كان نفسك تبقى بطل، وإن أنا أفكره بأهدافه. يعني مدام هدى شرفتينا وكنا سعداء بيكي جدا. أنا أسعد حبيبتي، ميرسي ليكي قوي. حمزة لاعب متميز جدا، بقاله فترة معانا، بقاله حوالي بتاع مثلا 4 سنين، ومن هو صغير واحنا كنا من شكل جسمه ومن تصرفاته جوه التمرين ومن أداء تمريناته كنا شايفين ان هو هيبقى حاجة كويسة قوي في الفترة اللي جاية، وان هو هيبقى بطل وهيبقى مستقبل النادي الأهلي. هو ولد ملتزم جدا، بينفذ التعليمات بالحرف اللي بتتقال له، والحاجه بقى اللي بتميزه عن بقيه اللعيبه ان هو لما بيتحط تحت ضغط بيعمل احسن حاجه عنده، فدي حاجه مش متوفره كتير في بقيه اللعيبه. طبعا كل التحيه وكل التقدير لكل اولياء الامور، سواء ابهات او امهات، لان هم بيتعبوا فعلا ان ابنه بيلعب رياضه دون، دي حاجه متعبه جدا ومرهقه جدا، ولازم يبقى فيه تضحيات، بيضحوا ببيتهم طبعا وبيضحوا بكل حاجه في سبيل ان هم يشوفوا ابنهم ده بطل. وطبعا اللي بيعمل كده ربنا ما بيضيعش مجهود اي حد، ربنا هيكرمهم ويوفقهم على نتيجه تعبهم مع اولادهم، وان هم متفرغين لاولادهم وبيعملوا لهم حاجه، يعني حاجه تشرف اي حد، اي حد يتمنى ان هو ابنه يلعب رياضه وان هو يتعب وراه ويروح وراه هنا ويروح وراه هنا. وهي طبعا اللي بتنقل له الثقه بالنفس، وهي اللي بتنقل له الاطمئنان، ويعني بتوفر له كل حاجه، فدي حاجه عظيمه جدا يعني اللي بيعمله كده. الصوره دي بص، هو طبيعه النادي الاهلي يمكن طبيعه مختلفه شويه، احنا جوه النادي الاهلي كلنا اسره واحده، كلنا عيله واحده، كلنا فعلا اي حد بتلاقيه بيربي ابن اي حد، وتربيه مظبوطه. يعني زمان واحنا صغيرين كنت تسمع بتاع الامن يدي لك حكمه، تلاقيها النهارده وانا كبير كده تلاقيني الحكمه دي معلمه معايا، وعارف مين يعني كل بتوع الامن بتوع زمان، بتوع الامن وبتوع غرف الملابس وكل الناس كانوا دايما ايه حكم. كان عندنا واحد مصور زمان في النادي الاهلي، يعني يمكن لغايه مثلا لغايه جيل الثمانينات طبعا، يعني عم حسين ده
الله يرحمه يا رب ويحسن إليه، ده يعني كان له جزء كبير في المساهمة في تربيتنا وفي الموعظة اللي كان بيديها لنا وفي قيم والله العظيم وفي حاجات كتير. ده كان دايما حريص ان الولاد الصغيرين كان يصورهم دايما مع الرموز، فكان يصور اي يعني لو فيه اي رمز معدي مثلا في النادي، كابتن ثابت، اي حد في الفولي كابتن نور عطية، اي حد في الهاندبول، اي حد في اي رياضة، اي حد من الرموز كان يجيبه يقول له يصوره مع الولد الصغير. لما كبرنا بالتبعية والله العظيم ده غرز فينا حب وانتماء وحاجات كتير من النادي الاهلي بالتصرف البسيط اللي كان عم حسين. عم حسين ده كان ايه؟ ده كان مصور النادي الاهلي، شغلته يوميا هو مصور النادي الاهلي بس، فده كان موجود 24 ساعة وياخد يصور اي صورة تعجبه يصورها ويجي يروح يحمضها في بيتهم، وبعد يومين ثلاثة تلاقيه جاي مديها لوالد الطفل الصغير لوالدته، وكنا بنفرح جدا بالصور دي. فطبعا جيت طبعا بقى ساعة بقى الانتخابات وساعة الكلام ده كله، انا كنت كل الناس بقى بتتصور مع كابتن محمود الخطيب، بس بالمناسبة دي انا قمت منزل الصورة دي طبعا وكتبت بقى ان انا اول واحد تنبأت ان هو هيبقى رئيس النادي الاهلي يا اسطى. بس هي طبعا كانت صورة جميلة وليها ذكريات جميلة معايا. حلقتنا النهاردة تفاصيلها كتيرة ومثيرة، لأن معانا بطلة تانية هي بطلة قوية جدا بجانب البطلة الأم ودايما في ظهرها ومعاها، وهي اللي شجعت على أن الأولاد يبقوا في الرياضة اللي هي كانت بتمارسها وهي صغيرة. هتكلمنا وهتحكي لنا حكايتها ونتعرف بيها. أهلا يا ولاء. طبعا أنا مبسوطة أن أنا جاية عشان أتكلم على أحفادي. هو الحكاية أن أنا من أصلا برضو بيت أساسا رياضي، يعني أبويا الله يرحمه كان لعيب جمباز ومنتخب مصر، فهو وجهني من وانا صغيره للرياضه، واساسا طبعا السباحه هي اساس كل شيء. من سن 4 سنين انا بعوم عادي، وبابا هو اللي كان مدربي وكل حاجه، مدربي الخاص. خلصت السباحه اعدادي وثانوي، لعبت دايفنج، دخلت الجامعه لعبت تاديف طبعا منتخب جامعه عين شمس. الرياضه ما عطلتنيش في اي حاجه، بالعكس انا الحمد لله متخرجه بامتياز وتعينت معيدة ودلوقتي حاليا أستاذة في الجامعة. فعشان كده أنا مؤمنة تماما بدور الرياضة. جوزي الله يرحمه برضو كان مدير النادي الأهلي، فإحنا الرياضة دي في دمنا. فلاحظت على محمود وحمزة من هما بيبيز على طول بيتشقلبوا، على طول بيكلموني رجليهم لفوق ورأسهم لتحت، وعلى طول بيتنططوا يدخلوا على مرتبة السرير يفضلوا يعني كأنهم بيلعبوا دايفنج. قلت لها هو ده، دول لازم يلعبوا دايفنج، وجهيهم لكده. ابتدوا فعلا هنا يدوبك بس السباحة وراحوا منقلين على الدايفنج، والحمد لله التوجيه كان طلع صح، وده توفيق من عند ربنا. حتى أخوهم الصغير دلوقتي محمود وحمزة بيلعبوا دايفنج، أخوهم الصغير محمد في الطريق إن شاء الله لأنه لسه ما كملش 6 سنين. برضه هم واخدين مثلهم الأعلى ولاد عمتهم دلوقتي حاليا في الجامعة، لكنهم في المنتخب الفيرست تيم لكرة الطائرة. فطبعا دي بتحس ان البيت منظم، البيت ما فيهوش وقت ضايع، بيرجعوا بيعملوا الهومورك بتاعهم بسرعه عشان يلحقوا يحضروا التمرين، وكلهم الحمد لله محققين حاجات انا يعني بحمد ربنا عليهم يعني الحمد لله. هدى مامتهم طبعا قايمه بدور مش سهل خالص بجد، وانا بدعي لها، دي مرات ابني بس بدعي لها حقيقي. ابني رئيس محكمه ففي شبين الكوم، فما بيبقاش متواجد في القاهرة طول الأسبوع، في 3 أيام في الأسبوع هو متغيب عن البيت تماما. فمين اللي قايم بالدور ده؟ حتى توصيل الولاد الصبح وإنها تاخدهم من المدرسة تجيبهم على النادي، عاملة لهم الأكل وبتذكرهم في النادي ويرجعوا على الساعة 9 بالليل، دي يعني ده هدى حقيقي. والمجهود وتنسيق الوقت والحاجات دي كلها هدى، وأنا على قد ما بقدر بساعد، بس طبعا مساعدة بسيطة. فده يعني ده البيت او ده محيط البيت والدور اللي قايمه بيه ده حقيقي. يعني عايزين حضرتك تكلمينا عن التجربه اللي مريتي بيها في رياضه الغطس والنواحي الذهنيه والعقليه والبدنيه اللي اكتسبتيها منها، وتحكي للاجيال اللي موجوده دلوقتي وتقولي لنا القصه كانت ايه. بعتبر نفسي محظوظه جدا الحمد لله ان انا بنت الاب رياضي في زمن طبعا كانت الرياضه للبنات كانت قليله جدا جدا، بس هو كان بيبوشمي يعني حقيقي، بكل بيشجعني وساندني
وواثق ان الرياضه دي هتخليني بنت سويه، بنت ما عندهاش وقت، ما عندهاش وقت فراغ تضيعه. ليا نشاطي الاجتماعي لكن بجانب نشاطي الرياضي، وفي الدراسه متفوقه الحمد لله، فكان مطمن عليا جدا. اخويا برضو استاذ تربيه رياضيه، فواضح ان هو ساب بصمته علينا وافتخر بكده. طبعا الرياضه بتنظم الوقت مفيش شك، وبشجع والله يا ريت كل اسره فعلا ما نبقاش متكلبين برضو وعايزين كل اولادنا يبقوا ابطال، بس العبوا رياضه، استثمروا وقت اولادكم في الرياضه بدال ما يضيع في اي حاجه طبعا مش كويسه. الرياضه بتنظم الوقت، الرياضه بتظبط الجسم، وزي ما بنقول العقل السليم في الجسم السليم. فالحمد لله. برضو يا ريت الاهالي، بقول وباكد عليها ان الاهالي ما يبقوش حريصا ان لازم ابني يبقى بطل، بس العب رياضه واشغل وقتك بدال ما يضيعه في الشوارع او في كده. طبعا ممكن مش كل العائلات ليها امكانيه انها تشترك في نوادي، لكن الرياضات موجوده في كل حته وموجوده بارخص التكاليف يعني. فانا الحمد لله مثلا بشوف في احفادي انهم بيحاولوا يخلصوا مذاكرتهم في وقت قليل عشان يلحقوا التمرين، بالعكس مثلا شفتها مع احفادي الكبار ان لو ما ذاكرتوش مش هتروحوا التمرين، فده العقاب، فلا بيذاكروا ويخلصوا بسرعه عشان يلحقوا ينزلوا، بالعكس اليوم اللي ما بيكونش فيه تمرين يبقوا مش عارفين بيعملوا ايه. فدي الحمد لله دي نعمه وشفتها في احفادي الخمسه الحمد لله. حضرتك كبطله رياضيه وبطله في محيط اسرتك، ايه النصيحه اللي توجهيها لكل الامهات وللابناء وللاحفاد؟ طبعا انا بشجع كل اسره انها لازم تشجع اولادها انها تلعب رياضه، مش شرط يكون بطل، لان مش كل واحده هتفتكر مثلا انها هتبقى جايبه رمضان صبحي ولا خطيب ولا لا، طبعا ربنا يكرمهم ويبارك لهم، بس على الاقل ابني يمارس رياضه، هياكل كويس، هينام كويس، هيبعد عن اصدقاء سوء، هيضيع الوقت الضايع، مش هيبقى فيه وقت ضايع ابدا. ده بالنسبه للاهالي. برضو احب ان الاهالي ما يتدخلوش في الرياضه للمدرب، يعني انا ده بستغربه في الزمن ده قوي. احنا ما كانش في ابدا اهالي بيحضروا معانا التدريب. الاب والام كانوا بيبقوا قاعدين في الجنينه واحنا مع المدرب على الفيسين. دلوقتي لا، بيحضر التمرين ويتكلم مع المدرب ويصلح لابنه. لا انت ما لعبتش الرياضه دي فيعني ما تتكلمش فيها بصراحه، انا ده اللي بلوح بشوفه يعني. واولا واخيرا فعلا الرياضه، المذاكره، تنظيم الوقت، الرفقه السليمه، وطبعا الرفقه السليمه دي هلاقيها زي اصحابه اللي بيلعبوا زيه رياضه. امتعتينا واسعدتينا وشرفتينا. سعيده جدا بيكي يا ولاء وسعيده بلقائنا، وبدعي لكل اطفالنا واحفادنا ان احنا نشوفهم كلهم بيمارسوا رياضه ان شاء الله يا رب ماشي، يعني اي حاجه بس يبقى في رياضه فعلا عشان يبقى جسمنا سليم ان شاء الله. وكده انتهت حلقتنا النهارده، وانتظرونا مع بطله جديده وقصه جديده من البطوله امهات.